موجود اسعار عندنا تقل عن السوق الخارجي مش اقل من 25-30%، وتشكيله ممتازه جدا. وانت عارف ان الشركه القابضه دلوقتي بقى تدقيقها اكتر، ان الكواليتي بتاع المنتج يبقى ممتاز. عندنا لحم سوداني فريش بينزل لنا يوميا مش اقل من 4 شواء، عندنا السعر 285 اقل من السوق كله، وعندنا اجود انواع، في عرق فليتو، عرق تريبيانكو، وش فاخده، سمانه، كل حاجه موجوده ومتوفره بامر الله. جوده اللحمه هنا كويسه جدا وممتازه، وبتفرق هنا عن بره حوالي 100 او 120 جنيه.